اسمح لي سيادة الرئيس أعرض على حضرتك اليوم القيمة المضافة للتعليم العالي والبحث العلمي من افتتاحات اليوم والاستثمارات التي تمت في خلال الثلاث سنوات السابقة وتأثيرها على الخريجين وعلى قيمة التعليم والبحث العلمي في مصر. اشتغلنا يا فندم في المحاور الخاصة برؤية مصر 2030، كل الافتتاحات وكل التواصل اللي احنا عملناه في المرحلة الثلاث سنوات السابقة كانت تدور حوالين إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، تحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية اللي حضرتك أمرت بيها، وكمان تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج. أطمن حضرتك يا فندم في آخر قبل الجلسة ما ترفع، حضرتك قلت إن لابد أن يكون هناك موارد للمستشفيات الجامعية والجامعات حتى يمكن أن تصرف على نفسها. بالفعل يا فندم إحنا بنحاول إن إحنا حوالي 35% من موازنة الجامعات وموازنة المستشفيات من إيراد الصناديق وإيراد الإدارة الاقتصادية لمنظومة التعليم عن طريق برامج الجديدة وعن طريق كل الهبات والتبرعات والمجتمع المدني وتدخلهم في عملية المساهمة. لو احنا قيمنا الموقف الحالي للطلاب المقيدين في منظومة التعليم العالي في مصر، احنا مقربين الى 3 مليون طالب، ومن الواضح ان هناك زيادة مستمرة في عدد الطلاب على مر السنين، ومتوقع بعد دراستنا ان يبقى في زيادة اكتر من كده على دراسة الهرم السكاني. هؤلاء الطلاب ال 3 مليون او ما يقرب من 3 مليون طالب هم بتستوعبهم مؤسسات التعليم العالي بالحكومية والمؤسسات الخاصة عن طريق 24 جامعة حكومية، وهذا هو وضع الراهن، 8 كليات تكنولوجية ب 45 معهد وجامعة الأزهر، 23 جامعة خاصة و 167 معهد عالي و 13 معهد متوسط خاص. من النظر إلى التقييم لتوزيع الجغرافي والتوزيع العددي للمقيدين بالتعليم العالي، نجد أن التعليم الحكومي يستحوذ على النسبة الأعلى من المقيدين 80% بموازنات الدولة، و 20% 7% من الجامعات الخاصة، وحوالي 13% من المعاهد الخاصة بنسبة 20% مقيدين في التعليم الخاص. الحقيقة يا فندم النسبة دي بالنسبة للعالم كله هي نسبة مشوهة، لأن هنا معناه أن الدولة هي اللي بتتحمل عبء التعليم وعبء البحث العلمي، وفي الدول المتقدمة بالكامل لابد أن يكون هناك تواصل ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في مجالات التعليم ومجالات الصحة حتى يكون هناك تواصل مجتمعي. لو حللنا نسبة القيد في التعليم العالي للفئة العمرية من 18 سنة ل 21 سنة، نلاقي ان احنا عندنا في زيادة من المعدل القيد من 33% الى 35%، ولكن المستهدف والتحديات ان نصل الى 45% من الفئة العمرية من 18 سنة الى 21 سنة يلتحقوا بالتعليم العالي. ده معناه ان لابد ان نكون جاهزين من دلوقتي علشان نوفر فرص تعليمية حقيقية لهذا العدد اللي متوقع ان يصل في 2030 الى ما يقرب من 4.2 مليون طالب في منظومة التعليم العالي. والمستهدف في هذا الحال ان نتوسع في الجامعات الحكومية، نتوسع في الجامعات الخاصة، نتوسع في الانشاء الجامعات الاهلية، وانشاء منظومة جديدة هي الجامعات التكنولوجية اللي حضرتك امرت ان احنا نتوسع فيها على هيئة 8 جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية، ايضا نتوسع في انشاء افرع الجامعات العالمية. هذا التوسع يعالج اول حاجة اتاحة التعليم حسب رؤية مصر في الاستراتيجية، ويعالج ايضا جودة التعليم لوجود تنافسية عالمية، ووجود التنافس في العالم يصل الى مرحلة الجودة ويعود بالنفع على مستوى الخريج وربطه باحتياجات سوق العمل. الاستثمارات المتوقعة في هذا المستهدف وهذه التحديات ما يقرب من 35 مليار جنيه حوالين حتى حلول عام 2030. اذا احنا نتوقع 250 الف طالب يخشوا في منظومة التعليم حتى 2020 و 980 حتى من 2020 ل 2030، اذا المتوقع ان يصل العدد الطلاب ما يقرب من 4.2 مليون طالب، نستطيع ان احنا نوفر لهم فرصة تعليم عالي جيدة بإتاحة وبجودة وبتنافسية عالمية زي ما حضرتك. عشان نصل الى هذا المستهدف لابد ان نتوسع في كل مجالات التعليم اللي حضرتك امرت بيها،
وبعدين لو احنا عايزين نوزع تاني عدد الطلاب على الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لابد ان نعالج هذا العوار، ان يصل بنا الحال ان نتوسع في الجامعات الحكومية، لكن ايضا نتوسع في التعليم الخاص اللي حاليا بيصل الى 167 طالب، 167 ألف طالب، لابد أن نصل إلى ما بين 325 350 ألف طالب. نستحدث الجامعات الأهلية اللي هي حاليا ثلاث جامعات أهلية، نريد أن يعني نتوسع في هذا النوع من أنواع التعليم لاستيعاب عدد أكثر من الطلاب. أيضا الكليات التكنولوجية وهي منظومة جديدة احتاجت منا كل هذه المنظومات، احتاجت إلى حزمة من التشريعات. بالفعل عملناها في آخر يمكن 8 شهور، خلصنا قانون جديد للجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، قانون جديد للجامعات التكنولوجية، في صدد الانتهاء من قانون لأفرع الجامعات الأجنبية، قانون لحوافز العلوم والابتكار، قانون لوكالة الفضاء المصرية، قانون لرعاية الموهوبين والمبتكرين. هذه هي حزمة تشريعات وقوانين كانت ضرورية جدا حتى نستطيع ان احنا نحرك العجلة بتاعت عجلة التطوير في منظومة التعليم بشكل يتيح ان في نهاية الامر يستوعب الجامعات الاجنبية والافرع العالمية 180 الف طالب، تستوعب الكليات التكنولوجية الهامة جدا في منظومة التعليم الفني والتعليم التطبيقي ما يقرب من 260 ل 300 الف طالب بمرور عام 2030.